هذا وقالت الخارجية الفرنسية إنها تتابع عن كثب التطورات العسكرية في حلب، كما دعت جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين. كما دعت فرنسا إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تأخير، وذلك للتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن هجوم الفصائل المسلحة في مدينة حلب في سوريا فاجأ إدارة الرئيس جو بايدن. وأكد المسؤول الأمريكي لأكسيوس أن واشنطن لم تكن متورطة في هجوم حلب بحسب قوله. ومعي من طهران مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، أهلا بك أستاذ مصدق. وأيضا من موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولان بيجاموف، أهلا بك سيد رولان. سأبدأ بداية مع ضيفي من طهران. سيد مصدق، غدا هناك زيارة مرتقبة لوزير خارجية طهران إلى دمشق بعد هذه التطورات المتسارعة والحديث عن أنه كل ما يحصل هو من أجل القضاء على النفوذ الإيراني في سوريا. ماذا سيحمل معه وما هو المرتقب بعد الزيارة؟ كيف ستتطور الأمور سواء في الميدان أو في السياسة؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم وللسيد رولان الضيف. أنا أعتقد يعني بحكم العلاقات المتميزة بين إيران وسوريا مثل هذه الزيارات وتبادل هذه الزيارات يعني ظاهرة طبيعية، خاصة في هذه الظروف. يعني هناك تحدي مشترك تواجهه سوريا وتواجهه إيران أيضا، يعني على خلفية ما يحدث أو ما حدث وما يحدث في حلب من اعتداء ومن سيطرة على أجزاء واسعة من هذه المدينة. وبالتالي تتطلب يعني هذه الزيارة أن يكون هناك يعني مشاورات ويكون هناك تنسيق على ضوء ما يشاع. يعني أنا لا أريد أن أقول أن سوريا عارضت عن إيران، ولكن طبعا سوريا هي لديها ظروف خاصة. المقاومة سيد حسن نصر الله وأيضا يعني أكد ذلك، وإيران أيضا تعرف يعني الظروف التي تمر بها الحكومة السورية. يعني هناك معاناة حقيقية هناك. ولكن هل يعني توافق الكلام عن أنه الرئيس الأسد قرر الابتعاد جزئيا عن إيران؟ هذا الكلام غير دقيق، يعني نحن يجب أن نسمع يعني بيان. ولكن بمجرد أنه كان حياديا في الحرب في غزة وأيضا الحرب في لبنان، هذا مؤشر على أنه يحاول أقله الخروج من العباءة الإيرانية. هو لم يكن حياديا، يعني سوريا هي لديها دور خاص، يعني دور متميز، ربما دور مهم أيضا، يعني ليس بالضرورة يعني أن تقاتل يعني إيصال السلاح لحزب الله عبر البر. هذا هو الدور. نعم، إيصال السلاح لحزب الله عبر البر. على حال موقع سوريا مهم بالنسبة لإيران، حلقة وصل، وسوريا هي في الواقع هي قائد الصمود في هذه المنطقة. يعني منذ يعني هي سوريا هي التي استدرجت إيران إلى هذا التوجه المناصر للقضية الفلسطينية. صحيح الإمام الخميني وقيادات هذه الثورة، يعني حتى قبل الثورة كان لديهم نشاط واهتمام خاص بالقضية الفلسطينية، ولكن بصورة عملية سوريا كان لها دور كبير، وسوريا كانت يعني زعيمة ورائدة في جبهة الصمود والتحدي العربية. وبالتالي أن نقول هذا الكلام حاليا، أنا أعتقد يعني من المبكر لأوانه أن نقول. يعني سوريا صحيح هي تمر في ظروف، وهناك متغير جيوسياسي إقليمي خاصة في هذه المنطقة ربما تغير الكثير من المعادلات. هذا شيء طبيعي، ربما هذا التغيير هو يتطلب أن تعود سوريا وبقوة إلى الحضن العربي، وإيران أيضا تعيد النظر في الكثير من سياساتها، وأيضا الدول المقابلة أيضا دول عربية دول خليجية هي أيضا تشعر بأنها أمام استحقاق جديد، ولا بد من فتح صفحة جديدة ومن العمل في مسار جديد ومتميز يتناسب وطبيعة استحقاقات هذه المرحلة. يعني هذا شيء
طبيعي، لكن الجهة التي تشاكس يعني وتحاول أن تمنع هذا التغيير هي إسرائيل يعني بصراحة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي إدارة المستفيد الأول بايدن. اليوم من كل ما يحصل في سوريا، إسرائيل وأمريكا. نعم فعلا، إسرائيل وأمريكا هما المستفيدان يعني بالدرجة الأولى، تركيا أيضا هي مستفيدة، روسيا أيضا هي مستفيدة يعني بكل صراحة. روسيا هي تدعم الرئيس الأسد يعني، نعم هي وجودها لدعم الرئيس الأسد بالدرجة الأولى، ولكن في موضوع المقاومة ربما المواقف والرؤى بين إيران وروسيا ليست متطابقة بالكامل، وبالتالي ربما روسيا أيضا تشعر بنوع من الارتياح عندما ترى أو تتحسس بأن إيران يعني تمر في وضع صعب في داخل سوريا، ومحور المقاومة واجه أساسا يعني روسيا ليست مع محور المقاومة، روسيا لديها علاقات وحيدة مع إسرائيل، لديها مصالح، لديها جالية يهودية كبيرة في داخل روسيا، وهي باستطاعتها أن تؤثر تأثير كبير على مستقبل بوتين أيضا يعني، خاصة في هذه الظروف يعني. اليوم بوتين هو منشغل ومنهمك شديدا في حرب أوكرانيا، وبالتالي هو لا يريد أن يفتح جبهات داخلية يعني أو يفتح المجال أمام جهات خارجية كإسرائيل كي تعبث في الجبهة الداخلية وتغير المعادلات الداخلية لغير صالح نظام موسكو يعني. على حال هذه استحقاقات جديدة، نحن يجب أن ننظر إلى طبيعة هذه الاستحقاقات وإلى مستقبل الوضع في هذه المنطقة يعني، كل شيء بدأ يتغير يعني، يجب أن لا يعني أنا هذا هكذا أعتقد يعني. نعم إيران صحيح ذهبت إلى وزير خارجية، ذهب إلى سوريا وذهب إلى موسكو ويريد أن يذهب، هناك قلق يعني، هناك قلق فعلا، روسيا لم تعمل بجد يعني، لحد الآن هي تقول بأن تبعث تدعم أسلحة وتدعم، ولكن يعني الكل كانوا يتفرجون يعني على هذه نعم المهزلة دعنا وعلى نسأل عن هذه النقطة. ضيفي من موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولان بيجاموف، يعني أستاذ أو دكتور رولان، يقول ضيفي من طهران أنه حتى هذه اللحظة روسيا يعني كانت تدعم داعمة فقط ولم تبذل جهد إذا جاز التعبير، لماذا؟ لأن أولا تحياتي لكم أهلا. وللمشاهدين ولضيفكم الأكرم. يعني يجب أن ننطلق من أن السياسة هي بالفعل فن المستطاع، وروسيا سياستها في سوريا هناك العديد من المحددات، منها الجزء الذي أشار إليه ضيفكم الكريم فيما يتعلق الجالية اليهودية، فيما يتعلق العلاقات مع إسرائيل، و فيما يتعلق الاعتبارات الروسية. أود أن أضيف إلى ذلك إلا أنه بالإضافة إلى المصلحة الروسية في حماية الحكومة السورية الحالية في سوريا، أيضا هناك مصالح جيوستراتيجية روسية انطلاقا من مبدأ المواجهة الجيوسياسية الكبيرة مع الولايات المتحدة، وروسيا لديها قاعدتان في الشرق المتوسط، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي روسيا خسرت عديد من القواعد، ولديها الآن هذا الرصيد في الشرق المتوسط. صحيح إمكانات هذه القوات الروسية محدودة لأنها دورها عسكري ينحصر على التغطية الجوية للجيش العربي السوري وللقوات الرديفة كما يقال، وأيضا على المستوى السياسي اليوم شاهدنا أخيرا التحركات الروسية الإيرانية التركية في إطار هذا المثلث، مثلث أستانا. يبدو أنه من السابق لأوانه دفن هذه صيغة أستانا، ما زالت هذه الصيغة موجودة، ولكن في نهاية المطاف ما شاهدناه اليوم ونستطيع أن نقول قد حدث
إعادة التموضع في سوريا، والمشهدية سوف تتغير وستكون هناك صفقات جديدة وربما رسم خطوط جديدة بين الأطراف، ولكن كل هذا بالتنسيق كما قال وزراء الخارجية للبلدان الثلاث. أيضا أود أن أشير الدور الروسي هو سيبقى كما هو، هو دعم الحكومة السورية. روسيا لا يمكنها أن تستغني عن بشار الأسد، هذا غلط. كل هذه السيناريوهات والتفكيرات والكلام أنه هي في إطار المنطق الرغايبي، يعني يريدون يصورون الواقع كما يشعون، ولكن هو ليس كذلك في السياسة. في السياسة كل شيء المصالح وميزان القوة. ميزان القوة للروس اليوم يعني هو أضعف مما كانت عليه سابقا قبل الصراع، الدخول في الصراع في أوكرانيا مع الولايات المتحدة. وروسيا أيضا تنطلق، إذا نظرنا إلى مستوى أعلى من مستوى الأقاليم، هي المواجهة الشديدة مع إدارة جو بايدن، ودخلت ربما في مرحلتها الأخيرة في هذين الشهرين المتبقيين حتى يعني انتقال الإدارة في الولايات المتحدة. فلذلك نشهد اليوم الضغط على نقاط الضعف لروسيا في كل محيط روسي، ابتداء من سوريا وهناك جنوب القوقاز، كل الجمهوريات الثلاثة مستهدفة هناك، جورجيا وهناك أرمينيا، وهناك التهديد للنفوذ الروسي حتى في أذربيجان وفي في آسيا الوسطى. وأيضا ربما هناك نقاط ضعف أخرى التي يمكنها للولايات المتحدة وإنجلترا والقطب الغربي بصفة عامة الضغط عليها. سوريا إحدى من هذه النقاط، لأن الوجود السوري في الوجود الروسي في سوريا كان مهما جدا، وكانت هذه الورقة رابحة. ولكن أيضا هناك الورقة التركية، والآن أيضا الحديث حول الدور التركي، هل تركيا كانت مهتمة بمثل هذا التطور الأحداث، أو حدث شيء ما مثل ما خرجت الأمور من سيطرة الجانب التركي؟ يبدو أنه حدث كذلك. أيضا هناك سيناريوهات أخرى يضعون حاليا حول مستقبل حي تحرير الشام ومستقبل تطور هذه الأمور، وهذا ستتبين قريبا كل هذه الأمور خلال الشهرين القريبين. أريد أن أسأل إذا ما توافقت المصالح التركية الروسية، ولكن قبل ذلك سأسأل ضيفي من طهران، هل توافق من يقول أن إيران وروسيا تخلوا عن الأسد؟ لا مطلقا، روسيا خاصة يعني روسيا لن تتخلى. يعني نحن نعرف عن ماذا تبحث روسيا في سوريا، يعني هذا واضح. لماذا أساسا دخلت روسيا إلى سوريا؟ يعني كانت روسيا هي في صراع مع الأوروبيين من قبل، يعني وهي تريد أن تتحكم يعني بالطاقة هناك، وتمارس ضغط يعني من خلال الطاقة على الجانب الأوروبي وتفرض نفسها وإرادتها. ولكن الجانب الأوروبي فكر بنقل الغاز من قطر عبر إحدى الموانئ السورية لتذهب إلى أوروبا، وبالتالي هذا الشيء يعني أثار حفيظة روسيا بالدرجة الأولى. يعني هذا من أحد الأسباب المهمة التي دعت روسيا، وبالتالي أنا لا أعتقد أن روسيا سوف تفرط يعني أو يعني تتخلى يعني عن هذه النقطة، ولكن هي تأخذ مصالحها في أولوية عن سوريا، ألا تعتقد ذلك؟ فعلا يعني، وهذا هو الصحيح أنا في اعتقادي. يعني مطلوب من إيران أيضا نفس الشيء. يعني اليوم عالم المصالح، يعني نحن يجب أن نعمل مصالح. صحيح لدينا أفكار، وإذا لم يرد الطرف المقابل أن يعمل بأفكارنا هذا خطأ. نكون مصرين، يجب أن يعمل، يجب أن نقدم له مصالح، يعني تكون هناك مصالح حتى نفرض أنفسنا، يعني تكون مصلحة متبادلة بيننا وبين الطرف المقابل، حتى نستطيع من ديمومة واستمرارية
التعاون فيما بيننا. أما إذا كانت المصلحة، خاصة إذا كانت المصلحة ايديولوجية ونريد أن نفرض، هذا شيء خطأ يحتاج إلى تصحيح. أنا في اعتقادي اليوم هو عالم المصالح، يعني روسيا حتى لديها مصالح مع تركيا. أنا أعتقد يعني في أحداث حلب وهذا الترهل الروسي والتساهل الروسي والتماطل الروسي والتأخير عن الرد، ربما هناك يعني مصلحة مشتركة مع تركيا. يعني روسيا وتركيا ربما الاثنان متواطئان في هذا المجال، خاصة نعلم يعني هناك مخطط موضوع أذربيجان، هناك مخطط لإغلاق حدود إيران عن طريق أرمينيا إلى القارة الأوروبية. يعني هذه أمور خطيرة، ربما روسيا تشعر بأن من فائدتها، هي لا تريد أن تكون إيران معبرا إلى أوروبا، خاصة إذا كان هناك اتفاق بين إيران والغرب وتوصلوا إلى اتفاق. وبالتالي يعني هذه كل هذه الأمور، يعني هذه كل مصالح، يجب أن نكون أذكياء، يعني بصراحة نكون أذكياء ونعرف ونعمل بورقة المصالح مع أي جهة كانت. هذا هو المطلوب، وعلى عكس ذلك سوف نواجه يعني معاناة كثيرة، وسوف نظل نلوم الآخرين، سوف نظل يعني ندور حول أنفسنا ولا نصل إلى أي نتيجة للأسف. مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، كنت معنا من طهران، شكرا لك. وأشكر أيضا لضيفي من موسكو الباحث السياسي الروسي الدكتور رولان بيجاموف، شكرا لكما على هذه المشاهدة.